لو الحكاية فيها إن فيتو الصناعة فاقد لنسبة التداول الحر تقريباً بقاله سنتين وما زال مقيد، في حين لو حصل كده مع أي سهم آخر أو شركات ضعيفة كان تاني يوم هتشتغل. الصناعة فاقد لنسبة التداول الحر تقريباً بقاله سنتين وما زال مقيد، في حين لو حصل كده مع أي سهم آخر أو شركات ضعيفة كان تاني يوم هتشتغل. أكمل طيب؟ انا بس في حاجات ممكن ارد عليك ردود سريعه عشان ما ننساش. اه اتفضل. طيب انا عندي في البورصه المصريه بالمناسبه السعيده دي، وده خبر مش سعيد، يعني عندي اكتر من 40 في